اسمع على ابو سميه از ذس بلايد ان انت سلفي بريدكس عادل النهاري ابو ريحانه اتسيترا ان طاف زي خافر ان كان الزيتين بديز اشعري خنام تخمار البقالي تتذكر تونيك اسرياكسي او بالانت الكونفرنسيس الليزين دي رسان زي خاو دور انت موسكيه استختينغ وارين اوبخروب فيت تو فاست هاود ان خلوز ليف ان السلف ان اتبخ بلايف فان ده افخدواد غروبيرينغ زوز الاشاعره بلات فايف كايك انا ديز اشعري ديز خمار البقالي لات فايف كايك انا فات هاي دينكت اوفر ده خلوص لي فان السلف ده سلفي خلوص لي ان هو هاي كايك نار ده خين ديت نيت اين زام ده اشعر لات فايف كايك والحمد لله المنهج اللي استطور هو منهج الشيخ جلالي واستاذكم وشيخكم وهو منهج الذي تربينا به العقيدة عقيدة أهل السنة والجماعة الأشاعرة بالفم المليان كما يقول المصريين ماشي مخدع اللي بغى يقول شي حاجة يقولها أهل السنة والجماعة الأشاعرة والماتريدية هما أهل السنة والجماعة في العالم وما سوى ذلك زيغ وضلال هذه نقطة ما كنحشموا فيها ولا كنقابوا منها تربينا عليها وعايشين وإن شاء الله نمشيو تهم دوس مي ذا فول موند زختي دات اهل السنه والجماعه زين دا اشاعره دا مادوريديه اي فلوس فرد فايدا ديز تفاي سكتس متوكار انورم فسخيلا ما خود كيك هو هاي met de volle mond zoals hij dat zegt, dit uitspreekt. En aangeeft dat hij zich niet ervoor schaamt. En dat dit de waarheid is, wat hij niet zal verbergen. Oftewel, die jongen, die broeders die daar met hem aan tafel zitten, hij beschouwt ze als dwalenden. En dit zijn dus degenen met wie Abu Sumayyah wil dat wij gaan samenwerken. Los van het feit dat het niet uitmaakt of hij ons als dwalenden ziet of niet, we werken sowieso niet samen met Ahlul Bidda en met dwalende secten zoals de Asha'ara. Lekker, kijk hiernaar. Kijk hoe deze dwalenden غيره هبه فور هن عقيده غيره هبه فور هن خلوص لير ان هو اهل السنه والجماعه يعني اذا بارك لك اهل السنه والجماعه السلفيين بس خوا اصطوان ان هو ذا اصلانه زي بروبير تي انفلتريره ان ان اونز رايه om ons van binnenuit kapot te maken en ons wijs te maken middels Abu Sumayyah en zijn kornuiten dat we ons niet zo druk moeten maken om de Asha'ira dat we moeten samensmelten en dat we niet de anderen tot dwalend moeten verklaren, maar ondertussen kijk hoe ze zelf kijken naar de Salafiyyin, naar de werkelijke Ahl Sunnah wal Jama'ah. Kijk, dit is het werkelijke gezicht van de Asha'ara. En Abu Sumayyah en dergelijke willen dat wij de taal van tolerantie uiten naar de Asha'ara, terwijl kijk hoe de Asha'ara zijn. Wallahu musta'an.